السلام عليكم، معكم ميكانورا كابون فيديو جديد. فيديو اللي غادي نهضروا اليوم ان شاء الله على تويوتا كورولا. كما كتشوفوا هذه تويوتا كورولا جات عندنا مشكل ديالها ديال لا بي اس. كما كتشوفوا هاد لا بي اس هضره ما خداماش، ديجا هي اكسيدونتي من جهه ديال لا دروا. بعد ما درنا حنا الدياغنوستيك كما كتشوفوا ها انتم شوفوا في الدياغنوستيك شنو عطانا، كابتور دون لو سيركوي كابتور دو او فيتاس افون دروا، يعني الكابتور ديال لا بي اس ديال الرويده اللي من دروا فيه شي مشكل. حنا غادي نحلو ديك الرويده ونشوفو شنو كاين. بعد ما حلينا وتبعنا هاد السيركوي هذا اللي غادي كابتور راه الخيط ديالو يعني غادي حتى البريز راه مزيان، ومنين شفنا تبعنا ديك السيركوي لقيناه مقطع هنا. المهم ديجا الطوموبيل اكسيدونتي من هنايا، ديك الاكسيدونتي هي اللي تقطعوا ديك الخيوط، وهاد الخيوط هادو ما ريغليوهمش. بعد ما غنصوبوا حنايا هاد نصوبوا هاد الخيوط هادو غادي نشوفوا المشكل واش غيتحيد ولا لا. المهم حنا درنا دياغنوستيك وعطات بان راه لي عطات بان الديفو راه ما بقاش. حنا غنيفاسيو دابا هاد جوج ديال الديفويات ديال الديفويه ديال السيركوي ديال ديك الكابتور، وغادي نشوفو ونسيو الطوموبيل ان شاء الله. كما كتشوفوا ها انتم ما بقاش الديفو اللي كاين ديال لا بي اس. حنا غادي نمشيو ان شاء الله نسيو الطوموبيل ونشوفو شنو كاين. حنا غنديرو امارش ونتحركو بها وغادي تكون ان شاء الله الامور مزيانه. كما كتشوفوا حنا درنا امارج دابا، هي البولات فات خصنا واش غتخدم لا بي اس ولا لا. ضروري خصنا نتحركوا بها واحد شويه باش نشوفوا واش غتخدم ولا لا. المهم لحد الان راه طافيه، غادي نتحركوا بها. بحال غتفراني فران السيك. برك فران هاي خدمت شي سمعتي كي ضربت فران لك لان راه لا بي اس خدامه. سير في هاد الصنطه هادي عاوتاني كذلك فراني شي هادي هي لا بي اس كومبليت. هادي هي راه صافي ندورو من هنا صافي ولي رجع بحالك الامور مزيانه.